السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. إن شاء الله ده هيكون الدرس الثاني من مادة ميكانيكا المواقع، وهيكون الدرس بيتكلم عن خواص المواقع اللي هي الفلويد بروبرتيز. وفي الدرس ده هنتكلم عن شوية خواص كده، نفس الخواص اللي احنا كنا خدناهم في الدروس اللي فاتت، ولكن هنا بشكل يعني جزء من التفصيل شوية. تمام تمام جدا. طب تعالوا مع بعض نشوف ايه الخواص اللي احنا علينا نعرفها. أول حاجة خواص المواقع، أول حاجة عايزين نعرفها اللي هي الدينستي، اللي هي الكثافه، الرو. تمام جدا. احنا عارفين من الفيديو اللي فات، لو انت كنت حافظ القوانين عرفت ان الرو بيساوي الكتله على الحجم، اللي هي اليونت او الكميه بتاعتها اللي هي الام في ال اس سالب 3. تمام. ومش هقول لك ليه بقى، اكيد انت ذاكرت وعارف معنى الام ومعنى ال وليه اس سالب 3 والوحدات والكميات والكلام ده. تمام جدا. طب ايه تاني عاوزين؟ الوحده بقى بتاعتها، الوحده بتاعتها اللي هي الرو بيساوي كيلو جرام على المتر تكعيب، وعرفنا ان الام دي معناها ان هي كيلو جرام والال متر، وعشان اس سالب 3 فهتكون على 3. تمام جدا. طب هل ليها وحدات تانية؟ اه ليها وحدات تانية، ده بالنظام الدولي. طب بالنسبة بقى للنظام الفرنسي والنظام الانجليزي، هيبقى تشيل الكيلو جرام وتحط الجرام، وتشيل المتر وتحط سنتيمتر. بالنسبة للنظام الانجليزي هتشيل الجرام وتحط سلاج، وتشيل المتر وتحط فيه. تمام. فانا مش هكتب لك دول، انت اكيد عارفهم من الفيديو اللي فات. تمام جدا. طب الرو ووتر، احنا هنا محتاجين نعرف الرو ووتر اللي هي كثافه الميه. كثافه الميه بتساوي 1000 كيلو جرام على المتر تكعيب. تمام جدا. وبتساوي برضك 1 جرام على السنتيمتر تكعيب، وبتساوي 1.94% سلاج على الفي تكعيب. السلاج على الفي تكعيب والجرام دول الانظمه المختلفه. طب انا هحفظ كل الارقام دي، ولسه عندي كمان شويه خواص كمان ليهم ارقام برضك والكلام ده كله. طب انا مضطر احفظ كل ده؟ ما انا قلت لك انت ممكن تحفظ حاجه واحده والباقي تجيبه من التحويلات. يعني مثلا عندك الجرام، الكيلو جرام تعرف تحول له جرام، تقسم على 1000 هيطلع لك واحد، الجرام تعرف تحول له سلاج. وعرفنا ان التحويلات اللي عندنا الواحد سلاج بتساوي 32 و2 من 10 باوند، وعرفنا برضو ان الواحد جرام، وكل الوحدات دي كلها ازاي تقدر تحولها، والكلام ده كله اتعلمناه من الفيديوهات اللي فاتت، وخدنا باب كامل عشان نقدر نتعلم الكلام ده. شفت بقى فايدة الباب الاولاني كان فايدته عاملة ازاي؟ تمام جدا. طب وعرفنا برضو ان الواحد فيت في اللي هو 348 3048 من 10000 متر. تمام جدا. طب كل دي شوية تحويلات عرفناها، وتساعدنا في ان احنا تسهل لنا بدل الحفظ. يعني بدل ما نحفظ 10 قوانين نحفظ لا 2 3، والباقي نقدر نحولهم بالتمرين ونبقى اسرع واحدة واحدة. تمام جدا. طب ايه هي الخاصية الجديدة اللي احنا عاوزين نعرفها؟ عندنا خاصية اللي هي السبيسيفيك ويت، اللي هي الوزن النووي. تمام جدا. طب الوزن النووي ده القانون بتاعه بيساوي الدبليو على الفي. طب الدبليو دي الوزن. طب الوزن ده بيساوي ايه؟ الوزن ده بيساوي ايه؟ الوزن ده الوحده بتاعته اللي هي نيوتن. تمام. والدبليو عباره عن الام في جي. ايه الام وام في جي؟ الام اللي هي الكتله، تمام، والجي اللي هي العجله. تمام تمام جدا. انا بقول لك الكلمه دي ليه؟ بقول لك المعلومه دي عشان هنعرفها بعدين، او هنعرفها في الدرس اللي جاي. تمام، في مساله كده. تمام جدا. طب يبقى احنا عرفنا ان البيسيفيك ويت او الوزن النوعي بيساوي الدبليو على الفي اللي هي الرو في الجي، الرو الكثافه في عجله الجاذبيه. تمام جدا. وعرفنا برضو ان الكميه بتاعتها بالنظام اف ال تي اللي هي باف في ال اس سالب 3. تمام جدا. طب الوحده بتاعتها ايه؟ الوحده بتاعتها هتبقى نيوتن على المتر تكعيب. طب هل نيوتن على المتر تكعيب هي الوحده الوحيده؟ لا، ممكن تحولها برضو للنظام الدولي الفرنسي والنظام الدولي، وانا اكيد عرفت وذاكرت من الفيديو اللي فات. تمام جدا. ايه هي الوزن النوعي للووتر او السبيسيفيك ويت للووتر؟ بتساوي ايه؟ بتساوي 9810 نيوتن على المتر تكعيب، وبتساوي برضو 981 داين على السنتيمتر تكعيب، وبتساوي 62 و42% باوند على الفي تكعيب. معنى كده ان انا ممكن برضو زي ما قلت لك نفس الفكره في الكثافه بتاعت الميه، ممكن تحفظ واحده والباقي تحوله. طب برضو من ملاحظه القانونين دول، ملاحظه القانون دي، عرفنا نقدر نحول نيوتن على المتر كعيب الى داين على سنتيمتر كعيب، فيعرفنا من القانون ده ان الواحد داين على سنتيمتر تكعيب بيساوي 10 نيوتن على المتر تكعيب. شفت بقى المعلومه الكلمه؟ لو انت فاكر قلت لك في الفيديو اللي فات ان او اللي قبليه قلت لك لما انت مع تكرار الحل او كل ما تعدي في الدروس هتعرف تحويلات جديده تساعدك في اكتر واكتر في تم الزياده كده داين على سنتي، بدل ما تقعد تحولها بقى وتجرب في ثانيه عرفت ان الواحد داين بيساوي 10 نيوتن على المتر. تمام جدا. يبقى دي برضو
ساعدتنا ان احنا نقدر نعرف بدل ممكن نحفظ دي، وبالتالي نقدر نحول دي بسرعة بدل ما نحفظها. تمام جدا. ايه هي الخاصية الثالثة اللي عندنا؟ الخاصية الثالثة اللي هي الكثافة النسبية اللي هي اس جي، ودي من الخواص المهمة جدا جدا وهتقابلنا كتير في حل المسائل في الدروس اللي بعد كده. تمام؟ تمام جدا. اللي اس جي بتساوي الرو ليكويد على الرو ووتر. تمام؟ تمام جدا. وبتساوي الجاما ليكويد على الجاما ووتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعني معنى الكثافة او تعريف اصلا الكثافة النسبية هي كثافة السائل على كثافة المية، هي النسبة بين كثافة السائل لكثافة المية. تمام جدا. طب كثافة السائل دي هو في المسألة هيكون مديك كثافة نسبية، تمام، زي حاجة ثابتة زي ما هنعرفها كده. تمام، زي مثلا الكثافة النسبية للزئبق، الكثافة النسبية للزئبق اللي هي 13 في 18، الرقم ده حفظ، الرقم ده حفظ حفظ حفظ. تمام جدا. يبقى الكثافه النسبيه للزئبق 13 و6 من 10. هو هيجي يقول لك مثلا في مساله عندك سائل كثافه سائل من الزئبق، تمام، عاوزك مثلا تجيب لي الكثافه سائل في زئبق، تمام، او كوب في زئبق. تمام جدا. عاوزك تعرف لي كثافه الليكويد ده كام او كثافه الزئبق ده كام. طب ما انا عارف ان القانون اللي هو الاس جي بيساوي كثافه الليكويد على كثافه الوتر. طب كثافه الليكويد دي كام؟ دي اللي انا محتاجها. وكثافه الزئبق اللي انا اسف الكثافه النسبيه للزئبق اللي هي 13 و6 من 10، فدول 13 و6 من 10، وكمان 13 و6 من 10 بدون واحده، بدون واحده. ليه؟ لان دي رو دي رو، فرو على رو هتبقى بدون واحده، واحنا عرفنا الكلام ده في الفيديو اللي فات. تمام جدا. طب طب معنى كده لما يجي لنا السؤال زي ده هنقول 13 و6 من 10 في يساوي الرو ليكويد اللي احنا عاوزينها على ايه؟ على الروتر. طب الروتر بكام؟ احنا لسه عارفين الروتر، الروتر بيساوي 1000 كيلو جرام على سنتيمتر تكعيب. تمام جدا. فانا لو حطيت هنا 1000، تمام، هنضرب الطرفين في الوسطين يطلع لي الرو للزئبق بايه؟ بنفس الوحده اللي هي الجرام، كيلو جرام على المتر تكعيب. طب انا لو عوضت بيه 1 جرام على سنتيمتر هيطلع لي الرو للزئبق بجرام على سنتيمتر تكعيب. فالوحده اللي انت هتعوض بيها، الوحده اللي ركز ركز في الكلمه المعلومه دي، الوحده اللي هتعوض بيها في الووتر هي نفسها الوحده اللي هتطلع لك للزئبق. تمام، ركز في المعلومه دي عشان ما تتلخبطش. تمام، برضو نفس الفكره للجاما، الجاما ليكويد على الجاما ووتر، هي نفس الفكره. انت لو حطيت الجاما ووتر اللي احنا عرفنا الارقام بتاعتها، تمام، على الجاما ليكويد هيطلع لك برضو نفس الفكره ونفس القانون. تمام جدا جدا جدا. كده انت عرفت الثلاث خواص مهمين جدا وهيساعدونا في حل المسائل بعد كده. حاول تحفظ القوانين دول وتكتبهم مره واثنين عشان تثبتهم. عندنا برضو من الخواص الجديده اللي هي اللزوجه، واللزوجه من الخواص السهله ومش صعبه قوي. تمام جدا. طب اللزوجه دي عباره عن ايه؟ اللزوجه هي مقاومه او مقاومه السائل لقوى القص اللي بتمر بيها او السريان اللي بيعمله السائل. تمام جدا. طب عندنا اللزوجه ليها نوعين، تمام، اللي هي الديناماتيك فيسكوستي اللي احنا عرفناها والكايناماتيك فيسكوستي. الديناماتيك اللي هي اللزوجه الديناميكيه اللي هي الميو، تمام، دي اسمها ميو، بيساوي التاو في الواي على الفي. طب التاو دي معناها ايه؟ التاو دي اللي هي الشير ستريس. الشير ستريس ده قيمته بايه؟ اللي هو بيساوي الشير ستريس بيساوي الاف على ايه. تمام جدا. طب انا لو عوضت بالكلام ده، احنا عرفنا في الفيديو اللي فات اللي هي اصلا الكميه بتاعتها الاف ال سالب 2 في تي، وام ال سالب 1 في تي وسالب 1. طب الوحده بتاعتها ايه؟ الوحده بتاعتها نيوتن في السكند على المتر تكعيب، ونضاين في السكند على سنتيمتر تكعيب، وبيساوي برضو البويس. قلنا مهمه جدا انك تعرف اللي هي بويس. تمام جدا. وعرفنا الوحدات، ده بس كل المطلوب منك انك تعرف القانون. القانون ده مهم جدا تحفظه، تمام، اللي هي تاو في واي على الفي. تمام جدا. طب وعندك برضو الكايناماتيك فيسكوستي اللي هي اللزوجه الحركيه، تمام، الكايناماتيك فيسكوستي اللي هي النيو، تمام، يبقى دي ميو ميو ودي نيو. تمام، بتساوي الميو على الرو اللي هي الكثافه بتاعه السائل. تمام جدا. وعرفنا الوحده بتاعتها اللي هي متر تكعيب على السكند، وبالنسبه للنظام الفرنسي بتبقى اللي اسمها ستوك اللي هي بيساوي سنتيمتر بيه على السكند. فنحفظ الوحدتين دول مهمين جدا 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 وهيكونوا في المسائل كتير. تمام جدا. بالنسبه بقى للزوجه، في شويه تطبيقات عمليه للزوجه وخاصيه اللزوجه. ايه هي التطبيقات دي؟
تمام. التطبيقات دي عندك منها نوعين، مره للبلاد موفينج ويز يونيفورم فيلوسيتي، اللي هي بين او طبق بيتحرك بسرعه منتظمه، عندك مثلا طبق زي ده او بليد زي ده كده بيتحرك على سائل بسرعه، تمام جدا. طب القانون زي ده هيساوي ايه؟ فايده بقى اللزوج ايه؟ احنا عرفنا ان الميو بيساوي ايه؟ بيساوي التاو. التاو في ايه؟ التاو في الواي، في الواي على الفي، تمام جدا. وعرفنا ان التاو دي، عباره عن اف على ايه، تمام جدا. انا عاوز بقى قيمه الاف اللي هي القوه اللي او القوه المؤثره على الطبق ده، يبقى اضرب طرفين في وسطين هيطلع لي ان الاف بيساوي ميو في في على واي. طب الاي دي اللي هي الريزيستنت، اللي هي المقاومه، اللي هي كانت المقاومه اصلا قيمتها، المقاومه دي كانت قيمتها تاو في ايه، تمام. يبقى التاو في ايه اللي هي عباره عن اف اصلا، تمام. يبقى المقاومه اللي بتحصل للطبق ده اللي هي قيمتها اف، اللي بتساوي تاو في ايه. طب التاو في ايه؟ التاو في ايه، تمام. ما انا عرفنا قيمه التاو، دي اللي هي كانت الميو كان بتساوي تاو في واي على في، تمام. انا عاوز التاو لوحدها، يبقى التاو لوحدها هتساوي ميو في في على واي، تمام جدا. وبما ان الريزيستنت كانت تاو في ايه، احط الايه هنا فيطلع لي القانون ده، تمام. هو في المثال او في الفكره بان التطبيق ده، هو هيجيب لك التطبيق وهيديك كل حاجه، كل الفكره انك تعوض في القانون وتكون حافظ القانون ويطلع لك الناتج على طول. فالتطبيق المسائل في الدرس ده سهله جدا جدا جدا، تمام. الفكره برضو في فكره باب اولاني اللي هو شغل التحويلات، يديك مثلا المساحه بالسنتيمتر وعاوز مثلا بالفيت او بالمتر، ونفس النظام ونفس الفكره، تمام جدا. طب التطبيق الثاني، الفكره التطبيق التاني ده، لو انت عندك الطبق مثلا او البليت بين اتنين باتنين بريدنج ثابتين، يعني فيكسد بليت، تمام. يعني في فيكسد كده وفي الطبق ما بينهم بيمر بيتحرك ما بين اتنين فيكسد، تمام جدا. وفي سائلين، ما بين الطبق ده، تمام جدا. انا عاوز المقاومه اللي او مقاومه اللي هتضغط على الطبق ده. المقاومه دي هتبقى عباره عن التاو واحد، المقاومه للسائل الاولاني زائد المقاومه للسائل الثاني، الاولاني زائد الثاني، تمام جدا. طب السائل الاولاني هي نفسها الفكره اللي فوق اللي هي ميو في في على واي واحد، تمام. وما تنساش ان في ايه، يبقى تاو واحد في ايه. طب انا لو كده يبقى هتبقى تاو اتنين هتبقى ميو في في على واي اتنين. طب الواي اتنين ايه؟ اللي هي المسافه بتاعت السائل التاني، تمام؟ تمام جدا. طب الاي دي ايه؟ الاي دي اللي هي مساحه الطبق، هو هيديك المساحه بتاعت الطبق مثلا اتنين في اتنين، تمام؟ وصلت الفكره؟ فكل اللي عليك انك تضرب الاتنين في بعض وخلاص، المساحه في بعض او الطول في العرض وتضربهم في بعض وهيطلع لك المساحه، وهيدي لك بقيه المعطيات وتعوض في القانون على طول. فدي حاجه مساله سهله جدا جدا، لو جت المفروض تعرف تحلها، تمام جدا. طب بالنسبه للمثال التالت، المثال التالت بيقول لك لو انت عندك طبق بس بقى بيتحرك على انكلودنج بلانك، يعني ايه؟ يعني في مستوى كده بيتحرك على مستوى مائل، ساعتها القوه اللي هتاثر على الطبق دي اللي هي القوه اللي هتاثر على الطبق ده بتساوي اف، تمام. ما احنا عارفين الاف دي عباره عن ايه؟ عن تاو في ايه، صح؟ من مش احنا عارفين ان التاو او الشير ستريس بيساوي اف على ايه، تمام. تمام جدا. طب الاف، انا عاوز الاف اللي هي المقاومه، اللي الهدف من البتاع ده ان انا عاوز اعرف المقاومه دي، المقاومه عباره عن تاو في ايه، تمام جدا. طب التاو في ايه دي اللي هي بتساوي دبليو على السين سيت، مش البليت دي بينزل بوزنه بوزنه. طب الوزن ده لما يتحلل على المستوى المائل هيتحول بدبليو بالسين سيتا. ايه السيتا دي؟ السيتا اللي هي زاويه الميل ما بين المستوى المائل للمستوى الافقي، تمام جدا. طب معنى كده لو عندك سائل بيتحرك على طبق ما او مستوى مايل، ساعتها الدبليو على الساين سيتا اللي هي بتساوي اف، اللي هي بتساوي اف، خلي بالك الدبليو على الساين سيتا بتساوي اف، تمام جدا. اللي هي برضو بتساوي ميو في في على واي في ايه، اللي هي بتساوي برضو ايه، تاو في ايه. شفت ربطت كل القوانين ببعض، فانت مهما جالك في السؤال ده، والسؤال ده مهم جدا، ممكن يجي لك مهم جدا جدا، انك تعرف ان الاف بتساوي تاو في ايه، وبرضك هي بتساوي ميو في الفي على واي في ايه، وبتساوي الدبليو في الساين سيتا. طب الدبليو دي خلي بالك، الدبليو دي عباره عن ايه؟ عباره عن وزن، اللي هي وحدتها نيوتن. طب انا هل في السؤال هيديني الوزن بتاع الوزن بتاع انا اسف هيديني كتله الطبق نفسه. طب الكتله دي هيديها لي بالكيلو جرام، طب ما الدبليو دي عباره عن وحدتها بالنيوتن، ساعتها اضرب الكتله اللي هو مديها لي في عجله الجاذبيه عشان يديني الواحده اللي هي الدبليو اللي هو الوزن، تمام. وصلت الفكره؟
وصلت الفكره؟ لو التكات اللي في السؤال ده تمام جدا. طب بالنسبه بقى للنظام التاني في التطبيقات، التطبيقات عباره عن لو انت عندك بقى اسطوانه هي اللي بتتحرك بسرعه بسرعه منتظمه، عندك ثلاثه برضو نفس الفكره، لو عندك اسطوانه بتتحرك بتتحرك افقيا، يعني بتتحرك افقيا ما بين دايما ما بين اتنين ثابتين، ما بين سلندر او مستوى ثابت في الناحيتين، تمام جدا. ساعتها انا عاوز القوه، الهدف من اللزوج او تطبيقات اللزوج ان انا احسب القوه اللي هي القيمه او المقاومه اللي بتحصل للاسطوانه وهي بتتحرك مثلا، تمام جدا. طب التاو الاف دي هتساوي ايه؟ هتساوي ميو في الفي على ار ناقص الار، اللي هي برضو نفس القانون اللي هو كان بيقول لك ايه، احنا عندنا اصلا الاف كانت الاف دايما بتساوي ميو تمام في الفي على واي في ايه في الايه، تمام جدا. طب ده بالنسبه لو كان طبق، لو كان عباره عن طبق، تمام تمام جدا. طب بالنسبه لو كان اسطوانه، الاي دي الاي دي هتكون طول في عرض؟ لا مش هتكون طول في عرض، احنا مش بنعرف مش عندنا طبق مستطيل، لا ده احنا عندنا اسطوانه. اسطوانه ساعتها المساحه الاسطوانه هتساوي ايه؟ مساحه الاسطوانه دي هتساوي تساوي 2 باي ار في ال، ال ده اللي هو الطول، تمام، والار اللي هو نصف قطر الاسطوانه، تمام. فساعتها الايه هتساوي 2 باي ار في ال، تمام. فتخلي بالك من الحته دي، تمام. طب الواي، الواي اللي هي ايه؟ الواي اللي هي الار 2، الار 2 اللي هي المسافه من سنتر الاسطوانه الى البريدنج الخارجي الى ناقص ار 1 اللي هي اللي هي نص الاسطوانه او نصف قطر الاسطوانه. طب ما احنا عارفين اصلا ان الواي دي عباره، احنا عارفين ان الواي دي عباره عن ايه؟ عباره عن المسافه، مسافه السائل المحطوط عليه الاسطوانه، تمام، او المسافه ما بين المستوى والطبق، تمام. يعني ارتفاع السائل كام من الاخر كده، الواي دي عباره عن ارتفاع السائل، تمام. طب انا عاوز المسافه دي، المسافه دي مش هعرف اجيبها، بس انا اعرف عارف الار 2 والار 1، تمام. ساعتها اطرحهم من بعض فيديني اللي هي الواي اللي انا عاوزها. وصلت الفكره؟ عرفت ليه هو حاطط ار 2 ناقص ار 1؟ تمام جدا. وعرفنا 2 باي ار في ال اللي هي الايه، تمام تمام جدا. فكل الفكره، كل الفكره ان انت عندك قانون اصلي اللي هو بيساوي اف يساوي ام في على واي في ايه، وكل الفكره نفس القانون بيتعمل على الست، على الست تطبيقات، ولكن كل تطبيق بيختلف فيه تكه ولا تركتين على حسب التطبيق نفسه بيتحرك ازاي، تمام جدا. طب بالنسبه بقى لو انت عندك حركه او اسطوانه داخليه، تمام، بتتحرك حركه راسيه، نفس القانون، نفس القانون، مفيش اي اختلاف عن اللي فوق، نفس الفكره اللي هي دبليو بتساوي ام. الدبليو دي بقى ايه؟ اللي هي الوزن، تمام، اللي هي الوزن، ما هو الوزن المقاومه اللي هتمر او المقاومه اللي هتتاثر بالاسطوانه هي ساعتها اللي هتساوي اف، تمام. وصلت الفكره؟ فهي انا عاوز المقاومه، المقاومه دي هتاثر بما انها راسيه، فساعتها الوزن هو اللي هو المقاومه، تمام جدا. فساعتها الاف هي قيمه الدبليو، تمام جدا. يبقى يساوي ميو في في على ار 2 ناقص ار 1، ار 2 اللي هي المسافه من سنتر الى المستوى الخارجي او البريدنج الخارجي الثابت اللي هو فيكسد، تمام، فيكسد هو هيجي لك في السؤال اللي هو فيكسد، تمام جدا. و ار 2 ناقص ار 1 ناقص 2 ناس في 2 باي ار ار 1، ار 1 اللي هي نص قطر الاسطوانه، تمام، في ال. طب ودي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه او المسافه او المساحه الخارجيه للاسطوانه، تمام جدا. اخر تطبيق عندنا اللي هو الاوتر موفينج اند ذا انر فيكسد. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك اسطوانه اسطوانه كده، الاسطوانه اللي هي دي كده اللي انا معلم عليها باللون الاحمر دي هي اللي بتتحرك، تمام، والاسطوانه الداخليه هي الثابته، يبقى الاسطوانه الداخليه عباره عن ايه؟ هي الثابته، تمام. وانا عاوز احسب المقاومه للاسطوانه الخارجيه دي، هي دي الخارجيه دي هي اللي بتتحرك، كان دي عكس كل التطبيقات اللي فوق. ليه؟ لان اللي كان التطبيقات اللي فوق كان عندنا اللي بره هو اللي ثابت، اللي بره هو اللي فيكسد، تمام، واللي جوه الاسطوانه اللي جوه هي الايه الثابته، تمام تمام جدا. خلي بالك ان الفكره في السؤال ده في تركايه فيها، تمام، ان الدبليو هبرلك بما ان دي راسيه، فساعتها ان الاف هي هتتاثر او المقاومه هي الدبليو، تمام جدا. عباره عن ايه؟ عباره عن الميو في الفي، احنا عندنا القانون ثابت اللي هو اللي احنا قلنا اف بيساوي ام في في على واي في ايه، تمام تمام جدا. طب الميو، الميو ثابته وعارفينها، تمام تمام جدا.
الفي السرعه ثابته مش محتاجه تغيير. طب الواي، الواي اللي هي عباره عن مسافه المسافه بتاعه السائل، هي هتبقى برضو ار 2 ار 2 ناقص ار 1، اللي هي المسافه دي، المسافه ما بين المستوى الثابت والاسطوانه بتاعتها، انا عاوز المسافه دي اللي هي الواي. طب ما انا قلت لك ار 2 ناقص ار 1، تمام، وصلت الفكره؟ تمام جدا. طب بالنسبه بقى للايه اللي هي المسافه، انا اسف، المساحه، المساحه احنا هنشتغل على ار 1 ولا على ار 2؟ هنشتغل ار 2. ليه على ار 2؟ لان الاسطوانه الخارجيه هي اللي بتتحرك والاسطوانه الداخليه هي اللي ثابته، تمام. فار 2 هي اللي هتبقى تخش معانا في الايه، لو جالك وقال لك ان الفيكسد هي الانر سلندر، تمام، يعني الاسطوانه الداخليه هي اللي ثابته، تمام، تمام جدا. يبقى احنا كده خلصنا كل التطبيقات، ناقصنا تطبيق واحد اللي هو السيرفيس تنشن. الايه السيرفيس تنشن؟ اللي هو السيجما بالشكل ده، تمام جدا. طب انا عندي قانونين بس للسيجما وبرضه بيجوا نفس الفكره ستاندرد، انت عليك تحفظ القانون وهيجيب لك المعطيات وتعوض في القانون، ولو لعب بديله هيقول لك مثلا في واحده ولا واحدتين عاوزك تغيرهم لي. طب ماشي، احنا السيرفيس تنشن الفكره بتاعته ان هو عاوز يعرف ارتفاع السائل في انبوبه شعريه بالشكل ده، سواء كانت ارتفاع او سواء كانت انخفاض، تمام. هو عاوز يعرف هل الارتفاع بالموجب ولا انخفاض بالسالب، تمام جدا. طب القانون عندنا ايه؟ القانون عباره عن قانون ثابت، مش هشرح لك ولا اعمل لك حاجه، اللي هو عباره عن اتش بيساوي 4 اللي هي السيجما في كوزين سيتا، تمام، السيتا اللي هي دي على الرو بتاعت السائل في دي اللي هي سمك الايه الاسطوانه، تمام جدا. يبقى انت كده عرفت القانون بتاع اول تطبيق للسيرفيس تنشن. طب التطبيق الثاني ايه؟ اللي هو بتاع ووتر دروب او سوب بابلر، اللي هو مثلا فقاعه صابون او قطره ماء متساقطه، تمام جدا. طب بيبقى مثلا الفقاعه بيبقى اللي عليها ضغط عشان قبل ما تفرقع بيبقى عليها ضغط خارجي وضغط داخلي، هو عاوز التطبيق بيقول لك ان الدلتا بي، الدلتا ضغط اللي هو البي او الضغط الخارجي ناقص الضغط الداخلي، تمام، اللي هو بيساوي 4 سيجما اللي هو ايه، اللي هي دي اللي هي عباره عن السيرفيس تنشن، تمام، على الدي اللي هو قطر الفقاعه وقطر قطره الماء، تمام. فهو القانون ثابت وتعويضه سهل زي ما هنشوف في ان شاء الله في الفيديو الجاي بتاع حل المسائل. هو ده كل الموجود في الدرس، درس سهل وبسيط. إن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى حل مسائل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.